جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكن للإنسان أن يحج بمال غيره دينا أو مال أبيه، بمعنى أنه يأخذ من أبيه مالا ليحج به أفيدونا جزاكم الله خيرا، وما الحكم إذا أخذ مالا من غير أبيه أيضا؟ أما أنه يطلب من الغير أن يعطيه مالا ليحج به فهذا غير مشروع، لا يشرع للإنسان أن يقترض من أجل أن يحج، بل يكون هذا مكروها، لأن هذا فيه تحمل للدين، والذي ليس عنده مال يحج به لا يجب عليه الحج. أما إذا بذل له هذا الشيء بغير طلب منه، بأن أعطاه أحد مالا يحج به أو أقرضه مالا يحج به من غير طلب منه وفعل ذلك، فلا حرج عليه وحجه صحيح إن شاء الله. نعم.